17 من نوفمبر لعام 2021 عامان على اكتشاف كوفيد 19 في العالم بتسجيل أول إصابة بشرية في يوهان الصينية. رجل يبلغ من العمر 55 عاما يعاني من حرارة والتهاب في الحلق وضيقا في النفس، لم يدرك ولم يكن يدرك العالم حينها بأن هذا الفيروس سيضيق أنفاس العالم أجمع وسيقلب دوله رأسا على عقب. العالم الذي عانى اقتصاديا وصحيا من الضيف الثقيل غير المتوقع وغير المرغوب به، والذي تحول عدوا، الكل شارك في الحرب ضده، ضد جائحة القرن الجديدة التي أصابت أكثر من نصف مليار إنسان وتوفي بسببها حوالي 6 ملايين نسمة. لكن الممارسون الصحيون هم أبطال الحرب الحقيقيون، خاضوا وما زالوا يخوضون معتركا عنيفا وحالة استنفار تاريخية في مواجهة الجائحة العالمية التي داهمت العالم بغتة. الفيروس غير حياة العالم أجمع نعم، لكن أكثر من تغيرت حياتهم الممارسون الصحيون، فهم يواجهون الفيروس ويتقاسمون مواجهتنا معه. توسموا وجوههم من أجل إنقاذ البشر هذه الخطوط الحمراء والزرقاء في صورهم، ليست أثرا وعلامات لتأثير لبس الكمامات لساعات، بل وسم وأوسمة شاهدة لأبطال الحرب التاريخية. هناك من مات منهم من الفيروس أثناء تأديته لعمله، وهناك من أصيب به أثناء إنقاذه لإنسان مصاب، حقائق بأرقام لم تحصى بعد. اليوم ومع تسارع أخذ اللقاحات وإنتاجها في العالم، نشاهد نورا في آخر نفق جائحة غيرت مفاهيم عدة في العالم. العالم يستذكر أبطال الحرب الحقيقيين ويشكرهم، التاريخ يسجل بطولاتهم للأجيال القادمة، أما الأحياء فيشكرون أبطال الصحة في العالم.